استعد بقى عشان تساعدني دلوقتي. يلا بينا. جوات الجد وماما تتفرج عليك دلوقتي وانت بتقطع لي بصل عشان نعمل فراخ بالكاري. ماشي فراخ. مقادير الفراخ بالكاري على الشاشة. هيشاركني طبعا ضيف النهارده مراسل القناة الأولى الأستاذ كريم بيبرس. يعني إيه فراخ بالكاري؟ يعني كاري وفراخ وبصل وتوم ومعلقتين نشا أو دقيق معانا علشان يدينا قوام ورز أبيض للتقديم. ولكن السؤال للأستاذ الإعلامي المراسل المتألق دايما لتغطية الحدث كريم بيبرس، الكاري عشبة أم توابل؟ توابل طبعا. يعني مش عشبة، مش شجرة في فلسطين مثلا بما انك انت جذورك فلسطين. لا عادي ممكن تقول الكاري بتاعنا ده احنا بنزرعه، احنا البلد المصدرة له وهكذا. معلوماتي ان هو توابل. توابل. ايوه معلوماتي ان هي توابل. لا نجحت يا كريم. نجحت. طب الحمد لله مبروك. في الكاري. في الكاري. في الكاري. البعض يقول لك هو شجرة. اساس الكاري الكركم. الكركم ركب بقى. عليه التوابل بقى، حبهان، كزبره، كمون، فلفل اسود، ورق لورا، تشكيلها من التوابل كده حسب شطاره العطار ويبقى هو كاري. اساسي فيه الكركم اللي هو ده. اها شفت بقى دي المعلومه دي؟ دي معلومه غير معلومه. ده الاساس. بينضاف له البابريكا والكمون، فلفل اسود، حبهان، شويه جوزه الطيب، تركيب التوابل كده، مجموعه من التوابل كده، مجموعه من التوابل الكاري. وهترجع لشطاره ومهاره العطار عشان كده بتلاقي الكاري من عطار لعطار طعمه بيختلف. بس ممكن نعمله في البيت اهو. ما تعب طبيعي، ما دي الشطاره اللي انا بنادي بيها دايما. يعني الواحد يعمل حاجته في البيت دايما. البيت تعمل التوابل في البيت ده حقيقه. كل الاكل والله لما يتعمل في البيت بيبقى احسن، ولو اني من عشاق الاكل بره على فكره. عايز اشوفك انت بتقطع البصل. عشان صحابك بقى ايه يقول لك كريم بيعرف يقطع بصل. قطع لي بصله كده شرايح حلوه يا سلام، السكينه الحلوه دي كده. اتمرنت انا خلي بالك برده فتره على الموضوع بتاع البصل ده. ايوه اهو. ليه بقى؟ كان ليه قول لي. ممكن كان ليا صديق. كان عنده مطعم حلو شاطر برضه. حلو. هو مازال صديقي يعني، صاحب عمري. عادي قول اسمه وجه له تحيه كبيره. حازم. انت على التلفزيون المصري بص ده. حازم. 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 اسم جميل حازم. اشكره جدا على الاكل بيعمله لنا بصراحه. كان عنده مطعم. بيعمل اكل هايل حقيقي. حلو. هايل. فكنت اوقات اروح اقعد معاه في المطعم. فيعني يقول لي ايه والله انت واقف كده ايه ساعدني في حاجه. حلو. كنت بقطع بصل برضه الحقيقه. برضه خليك تقطع بصل. بس كنت باكل برضه. ما هو قال بقى مطبخ عشان تتعلم. يعني كنت باكل برضه. الاول تقطع بصل. وبعدها اكل. هو يطبخ وانا اكل. وانا اكل. وانا اكل. حبيبي حبيبي يا كريم. انا عندي عشق للاكل. انت طبعا مصر قضيت انت بتسافر طبعا. وعارف ان رمضان في مصر بيبقى له طعم خاص ومذاق خاص وحاجه ثانيه. ده حقيقه فعلا. كريم بقى سافر اكيد ورحت بلاد كتيره يعني، قول لي مصر رمضان بالنسبه لك ايه؟ والله انا فعلا رمضان بالنسبه لي رقم واحد حقيقي حقيقي يعني. البهجه اللي بشوفها في الناس حقيقي. ودي بحسها قوي مع صحابي، الفرحه والبهجه بقدوم الشهر. وبحسها جدا كمان بصراحه، ببقى مستني شهر رمضان عشان نتجمع انا واصحابي. حلو. يعني حقيقي بتبقى تجميع، يمكن انا متعود دايما عشان العيله طول عمرها بتتجمع. حلو. وموضوع تجميعات العيله موجوده على طول عندنا في البيت. اما تجميعه الصحاب بقى بيبقى ليها طعم تاني خالص خالص. حلو. خالص حقيقي يعني، لانه بيبقى فكره بس مش تجميعه متعلقه بالاكل. وانه رمضان هو ميزته الاكل. يعني رمضان على قد ما هو معروف طبعا شهر العباده. طبعا حلوه بتلمنا وتجمعنا. شهر العباده. لكن كمان الاكل بيبقى ليه طعم خاص ومميز يعني، وكله بيبقى قاعد مستني، بيبقى قاعد طول اليوم بقى طبعا مستني لحظه الاكل. انت محتاج البصل يبقى عامل ازاي يا شيف؟ لا البصل شرايح. شرايح او جوانح او كده كويس. دي مصطلحات طعويه انت مش دعوه بيها. السلايس ده كده كويسه. الطريقه المثلى لتقطيع البصل. ايه رايك؟ يبقى حازم نجح. ايوه حازم نجح. هعلمك صح. حازم نجح. ايوه طبعا صادق معاك. ايوه حصل حبيبي. بس الكاري اهو مع الفراخ. بصلايه ناعمه. انا كده احب بقى الاكل. هو ده. شفت بقى ابعد بقى بعيد عن الفسيخ والرنجه. ايوه وقول لي بقى الفراخ بتقول ايه؟ الفراخ هنا بتتكلم مصري يعني، هي من المطبخ الهندي. بس بيعملها شاوت المصري الشيف المغازي. شايفك حاطط ليمون برضو. ليمون، شرايح، كزبره اهيت، توم، وبصلايه ناعمه عشان تاخد الفليفر والطعم. اسيبها عطشانه كده. اعذبها. عطشانه دي معناها ايه؟ عطشانه يعني اسيبها تتحمص على النار. من غير ميه؟ ده القصد. شوف المعلومه ايه. لما تتحمص واقعد اقلب فيها هي عطشانه زي ما تكون الارض عطشانه كده، تسقيها اي ميه تشربها. تشربها على طول. ركز في الحته اللي جايه بعد كده. معاك. الفراخ هنا عطشانه بالتقليبه بالتوابل بكل حاجه. اول ما بتنزل عليها اي فليفر انت عايزه بتقتبسه على طول. ده فليفر ايه بقى؟ هو دي هريسه حلوه. هريسه. هريسه. حلو. قلب بقى كده الفراخ خدت طعم الهريسه. شفت زائد الكاري طبعا. الحاجات اللي يحب الحاجات السبايسي. ايوه شفت الحلاوه؟ شفت ريحتها كفايه. هو خلاص ريحتها جميله. جميله.
اصل خلي بالك احنا كمان عشان احنا يمكن انا مش محترف يعني طبخ حبيب. لكن انا باكل بان انا بشم الحاجه اشم الحاجه ودي خلي بالك اصعب حاجه اقرر على اساس حاجه حلوه ولا وحشه لا حاجه حلوه طبيعي حاجه مميزه انك تميز البصل من الثوم والنعناع والكزبره والشبت بالشم الحاجه لو ريحتها حلوه 90% طعمها حلو طبعا طبعا بجد والعين وطبعا الناس يقول لك العين بتاكل يعني قبل ريحه بتعود تشمها يعني ريحه الثوم هي ريحه الثوم ريحه الثوم معروفه ما طبعا ما تجيش بقى تشم ريحه الثوم على ان هو نعناع اخضر تقول لي ده ثوم انت كده فيلسوف ايوه صح لكن بس التعام حتى لو مش الثوم في حاجات كده يعني بجد بتاكلها قبل ما تاكلها ببقك تاكلها بعينك طبعًا. بتشم ريحتها تقول الله اوقات بتعدي كده من جنب محل معين تقول انا عايز اكل هنا انت ما شفتش انت شميت بس زي ما تعدي من جنب البيكري مثلا المخبز يعني تشم ريحه حبه البركه على وش العيش تخش تملى الكيس عيش وتمشي تروح البيت ما تاكلش مش مشكله بس مين شدك الريحه البركه 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 فعلا حبيبي يا كريم قول لي يا كريم ما حصلش معاك موقف من المواقف وانت في شغلك يعني موقف بشكل عام يعني ايا كان بتلاقي دايما الناس اللي تعرض لحاجات كده مش لطيفه ممكن يتعرض ممكن حد يشكره حد يتكلم معاه فاهم انت الجو ده والله بص انا يمكن اكتر حاجه ببقى واخد بالي منها نشر التسعه حلو التسعه نشر استاذ يوسف الحسيني والاخوه نشرة الاخبار في القناه الاولى ليها طابع خاص مميز عند الناس يعني في ناس يقول لك انا مستني نشر التسعه كده حلو ففي مره من المرات كده رحت في مكان بغطي برضه حدث من الاحداث ايام حياه كريمه كان افتتاح لحياه كريمه في واحده من المحافظات حلو والناس كل همها مجرد ما شافتني قالت انت بتاع نشر التسعه الله هم بالنسبه لهم نشر التسعه دي مقدسه جدا فكان بقى ازاي نقنعهم يا جماعه ان انا دلوقتي بعمل حاجه غير نشر التسعه حلو فكله مصمم انه يتصور مش عشان عايز يصور مع كريم لا عشان كريم عشان نشر التسعه هم عايزين يا عم عندنا هوا عايزين نسجل دلوقتي عايزين نسجل طب عايزين نطلع نتكلم لا انا عايز اطلع اقول انا في نشر التسعه هو عايز يقول بس الصوره دي معايا نشر التسعه ليها طابع خاص ومميز فعلا عند الناس يمكن دي من الحاجات دايما اللي بلاحظها لما بنزل الشارع لكن اصعب حاجه بجد لما بننزل نعمل لقاءات مع الناس في الشارع حلو بيبقى دايما انت فكره التعامل مع الافكار المختلفه والطباع المختلفه ازاي تقدر انت تتعامل مع كل العقليات دي في نفس الوقت وترد كل واحد وترد كل على واحد. كل واحد وازاي بقى تقدر ترده بيبقى اصعب حاجه طبعا لما يقول لك انا عندي موهبه وعايز اطلع في التلفزيون طب احنا دلوقتي بنعمل حاجه طبخ انا بغني حلو طبخ. انا مذيع شاطر ما بيهونش عليا والله طبعا نفسي اساعده بس لازم تسمعوا يا استاذ كريم بنسمع مهم قوي ان احنا نسمع طبعا بنسمعهم كويس جدا 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 لكن بقى في ناس طبعا ربنا عينها بتبقى مصممه بقى فانت ممكن تبقى بتعمل تتكلم انت مركز في الموضوع وهو مصمم وماشي على سكريبت وماشي مصمم ان هو جاي عايز يغني في المايك يا عم يديك يرضيك لا انا لازم اغني في المايك لازم يغني في المايك وازاي بقى تقنعه يا عم وانت في الشارع برضه ممكن تتعرض نتيجه انك ترفض تعمل لما حريص انك تساير وارد هي شغلانتها طبعا هدفها وحلاوتها انت ازاي تعرف تتعامل مع الناس تتعامل مع كل ازاي تساير نفسك وتسايس طبيعي صح طبيعي شايف ريحه الكاري يا غالي رهيبه شفت بقى رهيبه دي انا كده اتبسط بقى هم ياكلوا فسيخ ورنجه وانا اخد وانا اكل ما انا حبيتها النهارده تكون السفره بتاعتي مختلف وترضي كل الاذواق ده مهم قوي ده المفاجاه بقى اعمل لك الرنجه دي دلوقتي تورتايه انا مش عارف انا ايه تورتايه الرنجه دي هتعمل ازاي دي حاجه صعبه تاخد تورتايه كريب شانتيه هي التورتايه بتاعتنا واحنا في رمضان يعني الحلويات كلها ايوه بس برضو دي حلويات بس حلويات مطبخ حلويات مطبخ حلويات موالح حلويات موالح اسمها حلويات موالح ايوه صح طيب استاذ فريق الاعداد الجميل مقادير تورتايه الرنجه تتعمل ازاي عشان دي مهمه كمان زي ما شفنا تفاصيل ومدرسه السمبوسه بالفسيخ نشوف يعني ايه تورتايه رنجه تفاصيلها كتير جزر مبشور خيار مبشور بنجر مبشور رنجه متفصصه ومتدلعه بالشكل ده كده خدت بالك معانا خس وبصل اخضر ده كله معانا اهو شفت بقى الشرفيز ده كده من خير ارضنا اللهم صل على النبي شم النسيم وعيد شم النسيم يعني بصل اخضر يعني خس بلدي الخص والبلدي يوكل يا عم كريم شفت الخصايه شكلها يفتح النفس وقلبك زي الخصايه يا عم كريم أنا حبيته ولا لسه انا حبيت قلب الخصايه ايوه الحب ده اهم حاجه يعني خلاص هنسمع فرح قريب ان شاء الله لسه شويه بس الحب ده مهم مهم طبعا مهم طبعا مهم في الحدث نفسه بيغرف بنفسه الكاري خلي بالك دي هي دي بقى مهمتي دايما بما انك انت حاسس الشم قويه عنك عندك يعني قول لي طعم الكاري وريحه الكاري لا صعب اقول له طعم انا الريحه ايوه هتفطرنا شيف لا انا صايم انا معاك لا يعني فعلا ريحته جميله جدا جدا وانا فعلا يعني لولا انه الواحد صايم كان كل واحنا على الهوا بس حبيب. مش هينفع مش هينفع ناكل واحنا على الهوا
لكن فعلا شكله رهيب، البصل جواه يا سلام، جوه كده الخضار باين وسط الفراخ. وزي ما بقول لك ده دوري دايما في البيت بقى، هم يعملوا الاكل وانا اغرفه واكل. حلو. فاكر عادل امام لما كان في فيلم تجربه الدنماركيه كان بيقول لك ربنا يديله الصحه، الله يديله الصحه، كان يقول لك ايه، تاكل وتعيط من فرط اللذه. ايوه الله. ده شكل الكاري. ايوه بجد الكاري اهم حاجه تكون التركيبه بتاعته صح، ريحته جميله والصوص بتاعه شكله حلو جدا. حلو. وليمون وبصل، يعني بصراحه عامل حاله كده لوحده.